يعني المجتمع زينا إذا بدنا نحكي هيك عن القواعد والأسس مثل ما بيقولوا اللي بيرتكز عليها، فينا نقول كلمة واحدة هي الأخلاق. فرح نحكي اليوم عن أهمية غرس الأخلاق والقيم في الأبناء في ظل تحديات العصر الذي نعيش فيه. فتلك التحديات تكاد تعصف بكل القيم والمبادئ والأخلاق أيضا، حيث يقع فيما يعني أحيانا الأهالي يقعوا في حيرة ما بين الأساليب الصحيحة وأيضا الخاطئة ممكن تكون في التربية الحديثة. يعني الأهل من واجبهم اتباع قيم وأساليب صحيحة لزرع السلوكيات الحميدة والمبادئ السامية في نفوس الأبناء. هدول التفاصيل كلهم رح نتعرف عليهم مع ضيفتنا الدكتورة ياسمين الشلبي، اختصاصية نفسية واجتماعية. أهلا وسهلا فيكي، نورتي صباحنا. أهلا وسهلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني دكتورة عم نحكي عن موضوع كتير مهم، صرنا بزمن العادات اللي نحن ربينا عليها غريبة بالنسبة لبعض الأبناء، وخاصة عم نشوف حتى جيل جديد بيستغرب أو بيستهجن هاي العادات القديمة وبيتبنى عادات غربية موجودة على مواقع التواصل إن كانت أو عبر المسلسلات أو الأفلام، غريبة عن ثقافتنا وحضارتنا. اليوم في هذا الصراع بين الجيلين أو الأجيال بسبب وجود مثل ما قلنا عصر السرعة، وسائل التواصل الاجتماعي، دخول بعض الأفكار الغريبة للجيل الجديد، فخبرينا أول شيء كيف فيهم الأهل يزرعوا هي المبادئ والعادات اللي ربينا عليها، لانه هي جزء من لا يتجزا من المجتمع تماما لاولادنا. تمام. هلا بالبدايه اكيد في مظاهر كثير نحن هلا عم نشوفها هي مختلفه كثير عن اللي كنا نشوفها بالقبل من 10 سنوات، يعني صحيح. كل جيل عم يجي فيه اشياء جديده مختلفه وهذا شيء طبيعي، انما الشيء اللي غير طبيعي انه نحن ناخذ بس الثقافه السلبيه اللي هي موجودة الغربية ونتبناها ونطبقها على أساس هي حضارة. نعم. هي هي الفكرة المغلوطة بالأساس، مفهوم الحضارة بهي القصص تحت مسمى الحرية كمان. تماما هي كمان اللي مفهومة بطريقة خاطئة. يلي بهمنا هون نحن لازم نعرف إنه بالأساس التنشئة الوالدية هي الأساس بزرع هي القيم. شو ما كانوا الوالدين عم يعملوا الأطفال هن عم يمتصوا هذا الشيء. ما فينا نقول طفل صغير، الطفل من قبل ما يتحضر، من قبل ما نفكر نحن نجيب هذا المولود لازم يكون عندنا رؤية خاصة لهذا الطفل. صحيح. بالحمل في فترة معينة نحن لازم كل شهر في أشياء معينة نعلمها للطفل وهو ببطن الأم، يعني صحيح. في أشياء بياخدها وبيتلقاها حسب الأشهر اللي هو المناسبة للشيء اللي هو بده ياخده، من سماع، من شيء ثاني، من حركة إلى آخره. هلأ بعدها بتجي فترة الطفولة المبكرة اللي هي فيها امتصاص لكل شيء عم بيشوفه حواليه من وسط محيط، أي تصرف، أي أسلوب الأهالي عم بيتصرفوا فيه الطفل ما بيعرف يتصرفه بس بيخزنه. صحيح. وبيجي وقته بعد 3 سنين ليطلعوا كتصرف. صحيح. هلأ من أهم الشيء اللي نحن شايفينه هلأ بهذا الوقت من ثقافة سلبية اللي كتير منتشرة بين اليافعات، أول شيء النسوية، الحركة النسوية اللي نشأت بأمريكا واللي بعدين تم إشهارها بالأول، بعدين صادق عليها، بعدين وصلت لفكرة إنه تقدر الأم تحتضن أطفالها إذا صار في طلاق، كانت مو موجودة. يعني إحنا بنفكر إنه دول الغرب هي كان عندها هذا الشيء، هي مو موجودة، عم تطالب كانت بحقوقها، بس في هي الحركة في إلها كتير أشياء سلبية نشأت وصلت للصبايا وللشباب. صحيح. حتى كفكر انه كيف يعني انه مثلا انا عادي الرجل اطلب بالمساواة، والمساواة هي ما أنا شيء صح، العدل هو الشيء الصحيح، عادي دائما العنصر الذكوري، وانه انا فيني اعيش لحالي وفيني ساوي كل شيء بمعزل عن هذا الطرف الاخر. ما هي الحياة مودة ومشاركة، مجرد غرس هي. صحيح. الفكرة عند الصبايا واليافعات فنحن رح نوصل لنتيجة سلبية كتير كبيرة، هي ما رح تكون قادرة تكون أم، ما رح تنشئ أطفالها تنشئة صحيحة إذا فكرت وصلت القصة للمثلية الجنسية، للانتهاكات. صحيح. للأمراض إلى آخره. فهذا منحة كتير كبير. نعم. سلبيته جدا كبيرة خصوصي على الصبايا يلي موجودين بهذا الوقت. نعم. نجي للشيء الثاني، الشيء الثاني يلي كمان انتشر كثير، وسائل التواصل مثل ما عم تحكي حضرتك انتشرت بشكل مفتوح. هلا هي كثير لها ايجابيات
اذا نحن بدنا نستثمرها بطريقه صحيحه، بس المعظم عم يستثمروها بطريقه خاطئه او عم يعني يمارسوا اشياء، وحتى عن طريق الفيس عن طريق الانستغرام صار في تشوه لهي الصوره البريئه للطفله او لليافعه بطريقه بشعه. نحن ما يعني ما تعودنا عليها. صحيح. بنضيف لهيك البلوجر اللي هون ساهم بشيء فظيع، عم بصير قدوة للأسف لبعض المراهقين أو حتى لبعض الأولاد الصغار بالأعمار يعني. تماما، ما هو استغلال طفولة بريئة لأشياء مادية. هلأ لو في شيء هادف نحن أكيد ما نضب، بس لما بتكون أشياء سخيفة عم تنعرض عفوا فأكيد في شيء خطأ هون. عنا ساهمت المؤسسات التجارية بأنه ترفع هدول البلوجر، وهي القصة ما كانت عنا. كيف يعني؟ أنا صبية بدي اشتري ثياب جديدة، ما معي المبلغ الفلاني لاشتريهم، هي الماركة بتعمل عرض، إذا اجيتي وصورتي بالمحل الفلاني بتجي بتاخدي نسبة حسم منيحة. ليش؟ لأنه البلوجر الفلانية موجودة عنا بهذا الوقت. فتخيلوا انتم قد ايه هي الفكره بشعه. يمكن عمليه ممنهجه عم يقوموا فيها طبعاً. يمكن لتشويه يعني. من النهايه نحن اذا بدنا نحكي بشكل دقيق كمجتمع، نحن مجتمعنا مختلف تماما من حيث المبادئ، القيم الدينيه والاخلاقيه، التعاليم اللي ممكن نحن يعني نحن ربيانين على اسس معينه. طبعاً. دخول الغرب يمكن او الانفتاح على العالم الافتراضي التكنولوجيا يمكن اخذنا اثر فاخذنا نحن شو قدرنا ناخذ من الغرب غير السلبيات يعني. تماما. ليش ما ناخذ من الغرب التزام العمل، الاستيقاظ صباحا، دورات دائما اونلاين، تطوير. يعني تطوير كتير اشياء. فهون الاهل يعني احيانا غافلين عن هذا الموضوع كونهم ما كان على ايامهم هذا الانترنت والتكنولوجيا. حابين توضحي لنا كيف الاهل فيهم على القليله بس يديروا بالهم يعني. تماما. شو عم يفتحوا بالهم وعم يقضوا وقتهم؟ عفوا، ما في مراقبة بمعظم الأحيان. حتى لما بتجينا حالات استشارية نحن لمؤسستنا معظمها عم تصب بهي الخانة. يعني شيء مو معقول أنه أنا كأم ما انتبه لأنه ابني شو عم يفتح أو بنتي شو عم تفتح أو أنا راقبه. طيب ليش؟ لأنه أنا تعبانة، جيت من شغلي، إذا أنا امرأة عاملة أنا تعبانة ما عندي وقت، بدي أطبخ، بدي زبط البيت، فأنه خلي قاعد على الموبايل كل هاي الفترة. طيب ما في قاعدة حوار مسائية أقدر أنا أقعد أحكي مع هذا الطفل أو هاي الطفلة إذا مو أنا الأب؟ لازم يكون في مشاركة. هون المشاركة معدومة، ونحن كأهل عم نساهم بتعزيز القدوة السلبية. كيف يعني؟ مثلا في عنا إعلامي كبير اسمه جيمي سوى برنامج لليافعين، برنامج جدا رائع كمحتوى، انه نحن كيف نحل مشاكلهم، كيف نساعدهم لانه يوصلوا لضفة الامان. واستضاف من الستينات للألفين وسبعة هو بهذا البرنامج، فكان له شهرة كتير كبيرة كتير كبيرة. نحن كأهل مفترض لما بدنا نحكي عن هذا الشخص كقدوة نبحث نعرف هذا الشخص من هو، شو ساوى كذا. كل اللي مذكور عنه كان اللي واصل لنا انه هو عمل حملات تبرعات كتير قوية، انه هو حدا كتير انساني، انه هو حدا كتير بيساعد. بس بعدين شو طلع؟ طلع انه مغتصب 60 طفل من اطفال البرنامج. طيب ليش ما تضوى على هذا الشيء؟ لانه باعتقادنا انه المشاهير ما لازم يتضوى عليهم، ما لازم نمس هي الشخصيه، كونها شخصيه مقدسه. طيب والاخطاء اللي طلعت وطفلي اللي انا مآمن بهي الشخصيه وبده يصير مثله مثلا؟ فهون في عندنا اشاره استفهام، هي للاهل مو للصغار. الاهل هن لازم يوازنوا. يعني نحن مثلا انت حابب هي الشخصيه، تعال نبحث عنها، تعال نشوف شو عمل، تعال ندور. طب بالمقابل في عنده اشياء سلبيه، فنحن بناخذ الشيء الصح وين ما كان بغض النظر من هو الشخص، وبنترك الاشياء الخاطئه. هي القدوه نحن ما بدنا يصير نسخه منا. يعني نحن عم نسعى ليصير الطفل امتداد عن ابوه وامه لما بيكونوا مناح، ولما ما بيكون عندهم استعداد ارجوكم لا تجيبوا اطفال. يعني عن جد وانا مع الفكره، الطفل انه ما تجيبوه اذا انتم معكم استعداد تقعدوا معه وتلعبوا معه وتغنوا معه وتمارسوا الهوايات معه، لا تجيبوه لانه هذا الطفل حينظلم، ونحن ما بدنا هذا الشيء. 100% اكيد. يعني دكتوره عم تحكي عن نقطه كثير مهمه، ويمكن عم نصادف بعض حالات التطرف والتمرد عند الاطفال اللي بيقولوا لك الاهل معذبيننا كثير، بدهم استقلاليه، بدهم، ودائما بحطوا شماعه انه مراهقين. تمام. يلا انه عم يبنوا شخصيتهم، وهون ببلش الغلط الاكبر، لانه بصير هي كل ما سايرون الاهالي كل ما هن تشبثوا. تماما. خبرينا اليوم حتى الاصدقاء
نحن من زمان كان لنا اصدقاء السوء، هي ما عجبتنا لازم يعرفوا مين اهلها، لازم يعرفوا مين. هلا تغيرت الافكار، تغيرت هي يمكن الخوف بعده ذاته على الاولاد، لكن تغيرت طريقه التعامل تحت مسمى كمان التربيه الحديثه، اللي نص العالم عم تخربط بين التربيه الحديثه وبين تغيير المبادئ والعادات. تماما، هي ما لها تربيه حديثه ابدا. اصلا ما في شيء اسمه تربيه حديثه، في شيء اسمه تربيه سويه. بجيب الشيء القديم اللي هو صح، وبجيب الشيء الحديث اللي هو عم واكب هلا، وبجمع بيناتهم لوصل لتربيه سويه. اما ما في شيء اسمه تربيه حديثه، هن خدعه. صحيح. خدعه خدعنا فيها. فكره الاصدقاء كثير خطره وكثير مهمه. انا كأم رح احكي من باب الامومه هلا، او كأب مشان ما ننحاز، كأم او اب المفترض انه انا ساوي اصدقاء ابني او بنتي رفقاتي. كيف يعني؟ يعني ما بخسر شيء اذا بالشهر انا عزمتهم عزيمه لعندي، قعدتهم سوا وصرت افهم شو توجهاتهم شو حكيهم وقعدت معهم كرفيق. كثير قلال الاهالي اللي بيعملوها. هي بتاخذ شيء وقت كثير، يعني ساعتين حياخذوا منها وقت بالشهر، قد ايه بيروح اوقات؟ نهار الجمعه مثلا، نهار سهرات المساء، فينا من هالشهر هذا نشيل ساعتين. والاب او الام يقعدوا يهتموا بهدول الاطفال من باب انه هن اصدقاء، مو عم يسحبوا حكي، ليعرفوا من هو الصادق بيناتهم، من هو اللي عنده تطرف، من هو اللي ما بيسوى انه يضل مع ابني او بنتي. بقيه الاشياء اللي هي على وسائل التواصل يجب المراقبه فيها. هلا برا بلشوا بالبرامج اللي هي بتراقب بدون ما تكون الام فوق راس الطفل، عنا لسه ما وصلت وبظن انه تطول، بس الفكره هي فكره مسؤوليه. صحيح. يعني انا مو بحاجه لبرنامج وقت بكون عرفانه اتعامل بالطريقه. صحيح. الصحيحه مع اطفالي. فكره الاصدقاء، الاهالي بيتشكوا انه اولادنا ما عم بيردوا علينا، عم بيردوا بس على رفقاتهم. هذا شيء طبيعي، من لما بصير عمره 10 سنين الطفل هي ولادة جديدة. ولادة جديدة يعني أنا هلأ شخصية جديدة، استقلالية جديدة مختلفة عن الطفولة المبكرة. قراراتي هلأ مو من أهلي، أنا بشوف رفقاتي شو عم يعملوا وباخد، مشان هيك خطرة. فأنا لازم أنتقي النوعية الجيدة، وإذا أنا بعرف نوعية جيدة حاول خالطهم فيهم. تماما، حتى يكون في قيم مشتركة عم ياخدوها من صحيح. بعض تربية واحدة. صحيح. بيئة واحدة. إضافة لهيك أنت ذكرتي هلأ الأصدقاء، إذا بدنا نحكي شوي بس عن المدرسة، في شيء جديد هلأ انطرح أنا كتير سعيدة فيه، التعلم الوجداني، المادة الجديدة رح تساوي نقلة نوعية إذا فعلا انعطت بطريقة صحيحة، وإذا المعلمات ما اختصروا هي الساعات وقلبوها لرياضيات وفيزياء وكيمياء. يعني خلينا نعطي الطفل فعلا حقه واليافع حقه. صحيح. ويعرف يتعامل. ضروري. نعم. يكون عنده ثقافات متعددة، ثقافة اعتذار، ثقافة تسامح، كيف بدي احكي مع العالم، كيف بدي اطلب طلب، كيف بدي رد اذا صار موقف بشع. يعني هي الاشياء نحن خبرات ما بنتعلمها. نعم. ما بكفيني انا المعادلة كيف حلها والنظرية كيف يتعامل معه. 100%. دكتورة ياسمين، خلينا نحكي أيضا عن الكبد. يمكن أحيانا الكبد بيولد انفجار وبيولد تصرفات دائما، يعني بتحسي الطفل أو خلينا نقول المراهق بالبيت شيء وبرا ماسك دخان وعم يعمل بده إياه، يعني بس يطلع لبرات البيت فهو خلص تخلص من هذا السجن. فهون دور الأهل في جلسات المصارحة مع الأبناء والانفتاح معهم، بدك تدخن نعطيه اسباب، اوكي انت بدك تدخن دخن، بدك تعمل اي شيء، بس نحن بنعطيه النتائج سلبيات وشو نتائجها، بنعطيه ايضا اذا فيها ايجابيات بنعطيه الايجابيات ايضا، فهم بتكون جلسه مصارحه. اكيد مشان ما يطلع ممكن. ولكن نحن احيانا الضمير يعني الابن. صح. بيراجع حاله، يعني بس يطلع يمسك السيجاره بحس بالندم شو قال ابوه او امه في حال كان يعني في غلط. في غلط. تمام. فهون نحن قدامهم انه ما نكبتهم، يعني ما الدائره الضيقه حتى عبر الانترنت. يعني بصير اصلا بيفتح اللي بده اياه هو. صح. يعني هذا الموضوع كثير لازم. معك حق. انا الشيء اللي بدي هون اقوله انه جرب قدامي، اذا انت جاي على بالك انك تجرب الارجيله او تجرب السيجاره، معلش جربها قدامي، خليني اشوف انا انت قد ما بدك تشرب اشرب. هلا الاهالي كثير بيستهجنوا الفكره، بس هي الفكره يعمل شيء قدامي احسن ما يعمل شيء من ورا. حيعمله يعني اذا معنا او مع غيرنا. فكرمال هيك برجع بقول الوعي من الاهل، والاهل مفكرين انه مثل ما ذكرتي حضرتك في صراع اجيال. هو ما في صراع اجيال، طبيعي يكون في جيل قديم
له شيء ايجابي وله شيء سلبي. اجى الجيل اللي بعده اخذ شيء من الجيل اللي قبله، والجيل اللي بعده رد اخذ من اللي قبله. فنحن ما عندنا شيء اسمه صراع اجيال، عندنا الضروري هون يكون في ثقافه احترام للجيل القديم. بيجوا الاهل شو بيقولوا؟ نحن بجيلنا ما كان في، كنا بزمناتنا شو كنتوا شو عم تعملوا، ما كنا هيك نحن نعمل. هي الكلمه قاتله، قاتله لليافع. فانا المفترض اني ورجي لا، كان في عندنا شغلات مزبوطه، كان في عندنا شغلات مو صح. انا هلا بشوفك انك احسن مني وقت انا كنت بوقتي، مو اقول له ييش وكنا وين كنتوا انتوا وين نحن وين انتوا، لانه هي مكرره ودائما بتشكوا الامهات اذا انتوا بتسمعوا فيها تماما. فانا بخليه يحترم الثقافه يلي قبل يلي كانت بالعصر اللي قبله، وانا هلا اجى الجيل اللي بعده حناخذ. بعدين فكره انه نحن اساسا ليش هن بيتشكوا كثير، مو مضوى كان على الجيل القديم. الاعلام هلا قوي كثير وانتشر كثير، من قبل ما في مو كل شيء مضاء عليه. فهي كمان النقطه بدنا نحطها بعين الاعتبار. صحيح. فمعناتها دور الاهل هون كثير كبير. خليه يجرب، واذا هن عاجزين مو يقتصر الدور عليهم، في استشاريين، في مرشدين، في تقنيات معينه للتخلص من العادات السلبيه. يعني مو القصه هي قصه انا اقول لك وحاورك وبس، لا، في ناس بتفهم عليك فورا وبتتجاوب، وفي ناس بدها تجرب. فلها حق هي انه تعرف انا لوين رايح وشو نتيجه الشيء اللي حجربه. هي خبرات حياتهم. صحيح. أكيد دكتورة، يمكن ذكرتي نقطة كتير مهمة، إنه لما الولد يطلب شيء من أهله وينقال له لا رفض، ينشرح ليش نقال له لا، ما إنه يتركوه مبهم ويصر على رأيه أو يحس حاله مظلوم تماما بأي نشاط ممكن يكون. أكيد. في قصة تانية عم نشوفها كتير بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، يمكن بعض الأولاد أو خلينا نقول المراهقين أكثر أو حتى الأولاد الصغار بنقوا كتير، ممكن يتعلقوا بالقشور بالمجتمع، يتصرفوا تصرفات احيانا غير صحيحه او غير اخلاقيه. اليوم كيف فينا نمنع الاولاد من هي القصه تحت مسمى الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي عم نعيشها، والقناع اللي لازم نزرعها او العمل لتامين المصروف؟ تمام. هلا اكيد الضغوطات على المعظم وعلى الغالبيه العظمى اذا بدنا نقول من الناس، بس صح. الفكره هون انه انا لما بكون عم بتعامل بمحبه وبصدق وبمعلومه صحيحه بوصل. بس اذا انا بدي احاول دائما اني انا برر الظرف واقول اني انا مو قدران ومو قدران، ما بتوصل هاي. اما لما بكون انا قريبه وزارعه بالطفوله المبكره شيء صحيح، الطفل اساسا ما بيوصلني لهي النتيجه. صحيح. بس الجيل اللي هو خلق ضمن فتره الحرب، هذا الجيل اللي هو بصراحة عم يعذب هلا. صحيح. يعني اللي كان بداية طفولته على 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 التوقيت على توقيت الحرب، وهلا صار يافع. صح. بعمره، هذا الطفل مفترض يتمارس عليه أنشطة كثير ترفيهية وبنفس الوقت تحمل قيم. مثل مين مثلا؟ نحن ما بنعرف نطلع على النت، وما بنعرف نطبق، وما بنعرف شيء. أنا عم بحكيك هلا كأمهات عاديات فيها تستفيد بالإنترنت، بس في ناس بتقلك أنا ما استفدت، بدي شيء عملي. في كثير مؤسسات وجمعيات. صحيح. ونحن من بيناتنا بنعمل شيء تطوعي، نحن بنعمل لليافعين تطوعي، بس مو كل الناس بتهتم بانه انا بدي اعلم ابني مهارات حياتيه. صحيح. انا بفرح لما بيجيني طفل بفوت لعندي بيقول لي انا ما بعرف احكي مع المديره، ممكن تعلميني كيف احكي مع مديرتي اذا انا بدي اطلب طلب؟ انت عم تتعلم، ما نستخف بالسؤال، يعني السؤال ما له سخيف، هو بالعكس قال لي انا قلت له اعطيني ايجابياتك، مواطن قوتك، عم يحكي كثير اشياء. من بيناتهم قال لي بس انا في عندي شغله، انا ما بعرف اتعامل، عندي كثير شغلات حلوه بس انا عم بخرب على حالي لاني ما بعرف احكي. عارفان شو هو؟ عارفان شو بده. هلا هذا طفل واعي، في عنا اطفال غير واعيه، نلجا للمؤسسات وللانشطه، ما عم نقول الماجوره، عم نقول التطوعيه. غيرها ممكن في عنا وكالات مقدمه مناهج على الانترنت، مثل مثلا الوكاله الهولنديه، المنظمه الهولنديه، أنشطة أطفال كمهارات حياة كاملة وشاملة لهن الأطفال الحروب والكوارث. فنحن معناتها موجود قدامنا، بس بدها شوية بحث، ما نقول ما في وقت، ساعة واحدة بس ساعة للطفل كفيلة بأنها تغير بحياته. وما ننسى أنه على الشيء اللي ذكرتي حضرتك، نسبة التعاسة عند اليافعين 59% يعني على صفحة هي على صفحة تلغراف البريطانية، يعني قد ايه نسبة عالية تعاسة بعد شو؟ بعد وجود وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. يعني أنا ما بقدر أطلع طبيعية، ما بقدر حدا يشوفني إلا نعم. بالإنستا أو صورة عادية ما عاد فيه. فليش؟
ما لنا مضطرين نوصل اطفالنا او اليافعين لهالمواصيل هي. دكتورة ياسمين، يعني موضوع جدا مهم واسع جدا اليوم، يعني ويمكن اضقتي على شغلات عن جد هي من صلب حياتنا ومعاناة اهل زينب، وقلتي كلمة كثير صح، اللي ما لهم قد انه يجيبوا اطفال ابدا لا يجيبوا لانه ما لهم ذنب، لانه نحن عم نشتغل بالكوارث تبعت الاطفال ما لهم ذنب. هدفنا تنميه تمام. العقول، تنميه القدرات، بناء جيل مستقبل تمام. فبدهم يكونوا قد وقدود تمام. بس بدي اذكر شغله انه هلا في ناس كثير حينبها ضميره، مو يعني اذا كنتوا غلطانين بالتربيه معناتها هلا في شيء فظيع ما بقى يتصلح، في اشياء بتتصلح بالمحبة والصدق، كل شيء بيرجع صح. على الأقل مو 100% بس نقدر نظبط الصورة، فكونوا قراب وصادقوا هدول اليافعين لأنه عن جد بحاجتنا، وخلي حريتهم مو بس أنه نحن ما نضر بالآخرين وما نضر بذاتنا، لأنه كمان نحن مأمنين على هذا الجسد وهي الروح وهي النفس، فالمفترض أنه نحن مو بس للآخرين ولإلنا كمان بالدرجة الأولى. صحيح نعم، تقدير يعني كمية كبيرة من التقدير. نعم. أكيد يعني نحن بنقول لكل الأهالي أكيد في خوف وفي حب وفي عطاء لأولادهم، بس يمكن بتختلف أساليب التربية والتعامل والاستماع للأولاد. دائما نقول خلوا كل يمكن عمر يعيش بوقته، ما يكبر حاله لا يصغر حاله، كل حلو البراءة بكل هيك الأعمار. شكرا لك على كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها. شكرا لك.